صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. نتمنى حلقتنا اليوم تحوز عرضاكم. بالتأكيد اليوم موضوعنا الثلاث مباريات اللي لعبت، راح نناقشها، راح نحللها فنيا، إضافة إلى بعض المواضيع اللي يعني تأتي من خلال النقاش وتأتي من خلال اتصالات مشاهدينا. خل نرحب بضيوفنا ومحللين متواجدين معنا اليوم. على اليمين مدربنا الوطني كابتن محمد كرم، بجانبه المدرب الوطني كابتن أنور يعقوب، على اليسار العضيد مبارك الدوسري، واخر الحضور زميلنا الاعلامي احمد الشمري. حياكم الله يا اخوان، صبحكم الله بالخير ويا اهلا ومرحبا فيكم، مشكور على تواجدكم معنا. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا راح تكون واضحه على الشاشه. اللي حضر او تابع المباراتين عبر الشاشه نتمنى يشاركنا من خلال ارقام تلفوناتنا اللي موجوده على الشاشه او من خلال وسائل التواصل اللي موجوده ايضا على الشاشه، حسابنا في تويتر، حسابنا في انستغرام، موقعنا ايضا على اليوتيوب. دائما نفرح ونستأنس باضافاتكم وتفاعلكم مع ما نطرحه في وسائل التواصل. نشكر رعاتنا وداعمينا كويت تريد، مشكورين، حسابهم في تويتر موجود على الشاشه اللي حاب يتواصل معاهم. بن العميد ايضا مشكورين، اللي حاب يتواصل مع الاخوان في بن العميد واداره الضياف في بن العميد، حسابه في انستغرام، رقم تلفونه موجود على الشاشه. مطعم سيامي وسطى اللي حاب ايضا يتواصل معاهم، رقم تلفونه وحسابهم في الانستغرام ايضا موجود على الشاشه. شكر لاطياب المرشود، حسابهم في الانستغرام، حسابهم في تويتر، رقم تلفونه ايضا موجود على الشاشه. شكر لكنافه وعجين اللي ايضا ضيافتنا دائما من كنافه وعجين، مشكورين، رقم تلفونهم وايضا موبايلهم موجود على الشاشه. الشكر لمطعم التسيمو، الشكر لدير اندير، والشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيوس في الكويت. نبدا اول تقرير، عندنا ثلاث مباريات فيها احداث، فيها مواضيع كثيره الحقيقه راح نناقشها. فخلونا نبدا مع اول تقرير في حلقتنا اليوم، مباراه الكويت وفيحيل، مباراه صعبة كانت على الأبيض. نشوف التقرير مع زميلنا خلف العنزي وبعد ذلك سام. وسط غياب حكام المرمى لأسباب مجهولة، افتتحت الجولة الخامسة لدوري فيفا الممتاز بلقاء جمع الفيحيل بالكويت الذي يقوده للمرة الأولى هذا الموسم مدربه الغدير محمد عبد الله. الدقائق الأولى شهدت أفضلية نسبية للفيحيل عبر المزعج عبد الهادي خميس الذي يعمل بهز شباك فريقه السابق الأبيض، ومن أول هجمة تمكن من افتتاح التسجيل برأسية هدافه التونسي صابر خليفة. يعقوب الطرار وأهدر أخطر فرص الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة مثالية من ميدو ليدخل الشباك بدلا من الكرة. عبد العزيز السليمي أرسل كرة إلى منطقة الجزاء لكن استبسال لاعبي الكويت منع دخول هدف التعادل، ليعلن بعدها عمار اشكناني صافرة نهاية الشوط الأول. ومع بداية شوط المباراة الثاني تمكن المغربي بوشعيب السفياني من تسجيل التعادل. سلام عليك على التمويه، سلام عليك، لأن شكل الكرة صح، مو أنا أقول، أنتوا اللي تقولون. الأبيض أكثر استحواذا على الكرة دون خطورة فعلية على المرمى، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع تمكن المدافع فهد حمود من تسجيل هدف الكويت الثاني. ملعوبة الكرة في الجهة الثانية، كافية الخمس دقائق، كافية بتسجيل جول. الدقيقة الأخيرة لم تبتسم للفيحيل، حميد القلاف منع خميس من تسجيل التعادل لينتهي اللقاء بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف. موضوع التحكيم يعني عم يجي باتجاهنا بشكل عكسي، يعني نحن بنلاقي معظم الصفرات علينا 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 علينا، هي مشكلة كبيرة هي. يعني إن شاء الله هيك بتكون الأمور واضحة بالنسبة لنا أكثر. أكيد يعني فريق الفيحيل أنا باعتقادي لقدام رح يكون يعني الحصان الأسود بالنسبة لباقي الفرق، خاصة مع رجوع اللاعبين يعني ورجوع الإصابات اللي موجودة عندنا، رح يشوفوا فريق أكيد يعني مرتب، إله شكل، إله قوام، عنده الإمكانيات كلياتها لينافس الفرق كلياتها. ودليل على ذلك اليوم يعني نحن رغم هالنقص العددي الكبير كنا ند قوي لفريق الكويت. مع نهاية الجولة الخامسة من دوري فيفا الممتاز الفيحيل يبقى برصيد ثلاث نقاط،
والكويت يستمر في الصدارة. بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، الكويت يتخطى الفيحيل ويبقى في صدارة دوري فيفا الممتاز. لبرنامج الديربي، خلف العنزي. مبروك لفريق الكويت هارك الفيحيل. قبل لا ندخل في تحليل هالمباراة، بس خلينا نعزي باسم كل العاملين في برنامج الديربي. المفروض في بداية الحلقة يعني نسيت، فأرجو أن يعذروني الإخوان. نعزي الإخوان في النادي العربي، وفاة عضو العلاقات العامة في النادي الأخ هاني كمال رحمة الله عليه، رجل من الحقيقة الرجال اللي يتعامل مع وسائل الإعلام، يتعامل مع الإعلاميين، يتعامل مع كل من يزور النادي العربي بأخلاقه العالية وبروح الحلوة. فنعزي بالتأكيد الإخوان في النادي العربي بشكل عام وأسرته الكريمة. أيضا لاعب الدولي السابق ونائب رئيس نادي السالمية الأخ العزيز باسل عبد النبي وأشقاء عادل وبسام عبد النبي، أيضا عزيهم بوفاة والدتهم. نسأل الله تعالى أن يسكن أيضا الفقيدة فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. فعظم الله أجر الجميع من أسرة البر. مخرجنا رائع، رحنا العزم ما لقينا، يمكن تعبان تعبان لا الظاهر حاطين احتياط مو أساسي بالعزيز والله ما لقينا. نعزيه جزاك الله خير. روحوا شجعنا. معذور ها؟ معذور. لا مو معذور. عزوتك لاهب شيء. لا مو معذور ولا شيء. لا معذور. اللي موجودين بالتكليف. لا لا في امورك طبعا عزينا الاهل كلهم هذا، بس ما لقينا يعني نقول نعم. جزاك الله خير. نعزي مره ثانيه. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا ابو علي. خلينا نبدا بالحديث عن المباراه من اليمين. ابو علي، فوز صعب للكويت صراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. وشوفوا فوز صعب هم صعبوا على امانه، يعني الكويت صعب الفوز على نفسه. لان انا اعتقد ان الشوط الاول كان بامكانه ان يسجل اكثر من هدف وينهي المباراه بالشوط الاول، لكن انا اعتقد عدم التركيز، يعني ما نقول احنا قاعدين استهتار، ما انا اقول وجهه نظري ما كانوا جديين ان ينهون المباراه الشوط الاول لاعبين الكويت. لان ما احنا ما نتكلم عن التكتيك، يمكن المدرب الحين توه مستلم محمد عبد الله الصج قديم وياهم، لكن يمكن عندهم كان عندهم فكر ثاني، تفكير ثاني، الحين رد عليهم مره ثانيه. ما نتكلم عن دور اللاعبين نفسهم، اول شيء لاعبين كبار، لاعبين على مستوى والمحترفين جيدين. فانا اعتقد صعب ما ورد واقول مو استهتار، لكن ما كانوا جديين هذا، لانه ضيعوا فرص وداون جول، يعني حتى الكره الاخيره ما تقطع صح منهم. يا الشوط الثاني يمكن اعتقدوا بعد ان المباراه سهله، يا الشوط الثاني تفاجئوا بفيحيل فريق ثاني امانه، يعني فريق ال 45 دقيقه الثانيه في الشوط الثاني انا اعتقد وجهه نظري، يعني حتى المراسلين يمكن يقول لهم اللي سوى كل شيء سيطر على كل شيء، لا اعتقد ان فيحيل بالعكس هم يمكن الشوط الثاني هم اللي كانوا افضل. دليل على هذا يا ابو التعادل كان بامكانه هذا، ويمكن الشوط حتى الهدف يمكن بالوقت الضايع شوي بارتباك من الدفاع، لكن اعتقد ان المباراه كانت بالنسبه لفيحيل امانه الفريق لعب مباراه كبيره في الشوط الثاني. طيب. وانا اعتقد الكويت مثل ما قلت لك هم صعبوا المباراه على نفسهم. ابو احمد، كونك كويتاوي راضي عن اداء فريقك اليوم؟ طبعا ببدايه الشوط الاول كانوا مميزين، يعني الفريق زين، بس مشكله الفريق انا مو راضي عنه. ليش؟ في بطء بالاداء وايد وايد، يعني بطيئين. انت فريق مسكر، لازم كثر ما تقدر ان تسرع رتمك، او في بطء بالاداء. وبين مكان جمعة سعيد امانه، يعني اذا ما لعب جمعة سعيد سوي مشكله بالفريق، وهذا اللي قاعد نقوله من السنه اللي طافت. على الغلط ما يصير كره القدم لعبه جماعيه، ما يصير احنا نركز بس على جمعة، يعني حتى مباراه الاسماعيلي جمعة عمل فارغ، فاليوم احنا ما شفنا الفارغ هذا. فحل الشوط الثاني بصراحه يعني فاجئ الكويت اداءه، لعب مباراه مميزه. وانا احب اشيد في هادي خميس امانه، اقول لك لو سالم الهاجري مو لاعب فردي ممكن كان الكويت، اقول فيحيل يسوون ربك حق الكويت الشوط الثاني. سالم الهاجري لعب الشوط الثاني
وايد كان يحتفظوا بالكره، يعني كان لعب لعبه فرديه يطغى يعني عليهم الفرديه. عرفت؟ وهذا الصراحه اليوم كان مميز. يعني انا اقول اتمنى اشوف هاللاعبين اللي قاعد تخسرهم يا نادي الكويت الخبيزي على هادي، بس اذا تم رتم الكويت على نفس الشيء راح يواجهون صعوبه، لان في فرق ثانيه النصر السالميه الغادسيه راح تصير عندهم صعوبه لانه وايد بطء. وبعدين لاحظوا ثلاث اهداف، ايش من ديت الاهداف؟ ثلاث اهداف ترى بالراس. صحيح. يعني شوف حتى احنا قاعد نقول على المدربين، انت كمدرب لازم تركز على الجانب الدفاعي الرغابه، يعني اهداف ما تدش ترى لو في رغابه صح ما تدخل. طيب ومحمد بسعود والله انا بشيد بنادي الفحيحيل، يعني قبل المباراه خلنا نترك نعم الكويت عنده غياب مؤثر اللي هو جمعه بس يبقى فريق الكويت، لكن انا اشيد بفريق الفحيحيل. يعني الهدف الاول خطأ من الحارس سعد العنزي، لكن بالمقابل سعد بعد هالهدف أنقذ أكثر من هدف محقق. دفاع الفحيحيل كان مميز صراحة، الفريق كله كان مميز رغم النقص. اليوم لما يغيب لاعب بقيمة منذر بعمارة سالم الهاجري فواز لعب متأخر فواز، لما يعني هذا المفروض لو لاعبين من بداية أو موجودين من بداية مباراة الأمور التغير. اليوم لما يدخل عنصر جديد أو عنصر أو عنصرين اللي هم ويكونون يعني مكانهم بالفريق مؤثر، هادي خميس سليمي وهادي يظهر بهذا المستوى، عندهم نقص بعد اليوم في حين عندهم أقول لك منذر أبرز محترف ما شاء الله غايب. لما منذر بعمار لما قلت لك السليمي وهادي داش عن الفرق جدد، وانا احب اشيد بهادي اللي بعد هالغياب وبعد ابو محمد مو جاهز. اي طبعا عشان اقول لك عشان اقول عافية على الفريق اللي لاعبين مو جاهزين وما شاء الله، وانا ابي اشيد بهادي مو بس على المستوى. هذه الفرصة الأخيرة اللي حصلها ترى في آخر دقائق في الوقت بدل الضائع. لاعب لما ياخذ الكرة وتجاوز لاعب وبعد فترة احنا نعلم الفترة اللي طافت كان واقف، فالأمر يحسب لهذه. طيب. أتمنى النتيجة هذه يكون دورها إيجابي، بس نقطة مهمة، نعم غاب جمعة لكن ترى فيصل زايد كان حاضر ما شاء الله. طيب أبو فهد أولا أبارك الجمهور نادي الكويت الفوز وأبارك بصراحة اللاعبين. طبعا الكويت فريق كبير، أنا يمكن باحترامي لإخواني أنا أقول عكس الكلام، نادي الفحيحيل باحترامي له تكلمنا واليوم مشيت بهادي خميس، أقول هادي خميس نجم من نجوم الكرة الكويتية، هذا ما في أي مثل ما يقولون الواحد يجامل أو نتناقش على اللاعب. ثانيا الكويت كل موسم لو تلاحظون نادي الكويت سبحان الله لازم يجيك في ثلاث مباريات خمس مباريات الدروب قوي يكون عنده، وبعدين يرجع ثاني مرة ويصعد تدريجي. نادي الكويت نادي هذا مو صحيح. لا لا انت الموسم الماضي نفس الشيء ادري سوى نفس الشيء لازم يسويها الموسم. لا لا وكل فريق كل فريق عفوا ابو علي زين. نادي الكويت يمكن اليوم مثل ما تفضل ابو علي دخل بصراحه يمكن باحترامي للفحيحيل زين كل ثقه ونادي الفحيحيل احنا اكثر منهم اتوقع يمكن المباراه سهله مو محترفين وكذا، فهذه كره القدم عارف شلون؟ نعم. ما فيها كبير صغير. صحيح. تلقى الصغير يفاجئ الكبير وخلاص يسجل عليك جول جولين تسكر المنطقه مع السلامه، خسرت ثلاث نقاط. انا اقول نادي الكويت اتمنى وخاصه ان اول مباراه للكابتن محمد عبد الله. الكابتن محمد عبد الله طبعا ولد النادي وعارف اللاعبين وكل نعم ساحر. اي ساحر راح فيها ابو جاسم. فاللي حاصل انه اتمنى ان التوفيق ان شاء الله الكابتن محمد عبد الله. وايضا توفيق عبد الهادي خميس يعني عشان لا ان نكون يعني انا ضده ولا لا، والله بالعكس عبد الهادي خميس انا شخصيا تمنيت انه يكون بنادي الكويت صراحه. طيب عبد الهادي خميس ما يستغنون عنه. نعم مو بس عبد الهادي خميس بس انا اعتقد عبد العزيز السلمي اثرت. عبد العزيز السلمي اذا لياقته صارت زينه انا اليوم شفته لعب كذا تمريره بصراحه بذكاء اتوقع يعني بس من يجهز راح. هل تتوقعون الفحيحيل انه يستمر على المستوى هذا؟ والله على المجموعه الموجوده اعتقد الفحيحيل ما راح يطيح. انا
لا وانت مثل ما قلت ترى لاعب فريق كبير مو يعني الكويت بلاعب الكويت كله فانا زين من ان سوى شيء فانا اعتقد اذا قدم مع الكويت كذي ممكن انه يقدم وايد افضل مع كاظمه طلع ابو علي شوف هذا مع كاظمه المباراه اللي طافت 0-0 فاعتقد انه راح احنا متوقعين شيء فالحين عندنا نك ثلاثه واذا جهز هادي والسلامي راح يصير شكل فريق غير في تصريح خاص لأخونا عادل عقلة بعد نهاية المباراة مباشرة كان شوية مضايق من حكم شايش بو خالد وزعلان على حكم المباراة خلينا نشوف تصريح بو خالد أخونا عادل عقلة وبعدها سنعود نقول الحمد لله هذا الدوري كرات الدوري مو بسهولة خاصة لما تجي من بطولة عربية فايز فيها لاعبين أدوا جهد كبير مع الإسماعيلي هذا معذر لكن إحنا شو نقول في أخطاء راح نعالجها لكن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الفوز نقول الحمد لله يلا لك الحمد خالد احتجيت على الحكم تعرضت لطرد شنو السبب شوف أنا بقول لك شيء لما تكون مباراة 1-1 والدقيقة 1-82 ولاعب يشوت لاعب متعمد وما تعطي إنذار بعدها 3 دقائق يسوي فاول متعمد ويشوت الكرة متعمد فوق وما تعطي إنذار شو تتوقع مني شو أقول له ما يصير لا ويروح يعطي فيصل زايد انذار عشان كلمه يعني لاعب يكلمك تعطيه انذار ولاعب يشوت لاعب من يحمينا من يحمي اللاعبين يا اخي نتيجه 1-1 و82 انتم بس تبون الاداريين يكونوا محترفين وتبون اللاعبين يكونوا محترفين والحكام والاحترافيه انت لو ما اعطي اللاعب انذار ما حد بيكلمك لان انذار مستحق لكن ما تعطي انذار لا شيء طبيعي وانا اقول لك بكل امانه عمار شكلاني عليه مليون علامه استفهام يعني في امور كثيره قاعد تحصل انا ما اتكلم على شخصه والنعم بالجميع ولكن على عمار وغيره يعرف دوري الدوري مهم للجميع العالم تعمل تخطأ بشر لكن هذه أخطاء لها هذه أخطاء ما يخطأ فيها حكم مبتدئ خالد الجانب الآخر فهيل محتاج على الحكم كذلك فاحتجاجات كثيرة على الحكم المحلي يعني المفروض يكون في حكام من برا جانب تبي نتكلم بكل أمانة وبحسن نية حكامنا المحليين قلة زينين يعني أنا أتفاجأ من الدوري السعودي يأخذون حكام الكويت والله العظيم أتفاجأ تأخذ حكام الكويت حكام الكويت زينين 2-3 ما بيقول أساميهم حتى لا يزعلون الآخرين أو حتى لا يقول إني أضغط على فلان وعلان أنا أتكلم بحسن نية دوري السعودي يأخذ حكام الكويت تقصوا على بعض شنو لا لا تتكلم بكل أمانة نعم نحتاج حكام من الخارج أنا أقول لك شيء الحكم بشر لكن شوف إحنا العام وهالموسم أول العام لما نجيب حكام من برا أخطائهم قليلة حكامنا المحليين مشكلة ما يبونك تكلمه أنا ترى بالخط ما غلط عليه شو قلت له بخالد؟ قلت له الحين تعطي فيصل زايد انذار عشان يكلمك ولاعب ما احترمك ولا احترمنا ما تعطيه انذار مع احترامي طبعا اللاعب ناجي اسمه اخوي انا اقصد انه شات الكره سوى فاول متعمد هذا قصدي ولا له كل الاحترام والتقدير هو اسرته الكريمه قال اطلع برا يعني للاسف حتى يعني ما عندهم مثلا اقول بكل امانه حتى النقاش اخي لا اداري منرفز كلمك طنشني يا اخي اما تسمع كلامي وتشوف بالملعب امور كثيره انا شوف انا اقول لك عمار من حكام مميزين لكن على استفهام بالاونه الاخيره نفس اللاعب ما يهبط مستواه حتى الحكام يهبط مستواهم نفس من اللاعب يركن حتى الحكم يركن لكن للاسف ما في عقاب وثواب حكم حرمنا من كاس السوبر بعدها بيومين ودوا حكام نخبه في حكام واجد يخطئون ويكافئونهم للاسف ما في عقاب وثواب مشكور اخوي خلف مشكور اخوي عادل عقله تبي تعلق بالي تصريح ابو خالد لا احنا ما لنا شنو اللي صار فانا اتمنى ان خاصه وقت اللعب اللي صار وتصرح تصريح قال ما لا لا ما عندنا حكام الا 2-3 لا لا في حكام جيدين ويقول مستغرب ان شلون السعوديه يطلبون حكام من الكويت لا انا اقول انا قايل هالكلام واقول مره ثانيه انا اقول لك حكامنا اللي راحوا برا يحكمون من احسن ما يكون وحكامنا زين بس بالكويت ما ايش يصير فيهم صراحه طيب. ما ادري ضغوط عليه وما ادري فعلا برا يحكمون احسن من يعني انت مأيد تصريح بو يعني ابو احمد شوف انا شفت المباراه هم المفروض يعطين انذار اللاعب ماجد لانه طق فيصل زايد فانا اشوف مع احترامي حق الاخ عمار يعني كان يحكم حتى يعني حكمنا كذا مباراه كنت بغيطان يعني ما ياخذ يعطي وايد شديد يعني اوكي مرات بتسم يعني خذوا عط مو مشكله بس في غرار تقدر فانا ما ادري شنو صار انه طرده بس انا المفروض يعطي انذار حق انتم باحترام لكم يعني ما خليتوا انا اشوف كل مباراه يعني باحترام حتى حق ابو خالد حكام خلاص عندك يعني اي شك بالحكام لك حق انك تطلب حكم من برا
لا حكام مو زين اغلبهم خليه من برا اغلبهم مو زينين خلاص على النادي لا اغلب امانه صح اقول قاعد اقول لهم هم قاعد ياخذون لا لا قاعد شوف بفايد بفايد لحظه هم قاعد ياخذون مو زينين يجيك الحكم يقول لكم مدربين وطنيين مو زينين ما يصير في حكام مع احترام مو دفاع على الحكام بس اعطوهم الثقه بعد لا 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 ان شاء الله في حكام رايد يطور نفسهم كلنا عارفين شنو ياخذون حكام للسعوديه حكم رابع قاعد تعطونه السعوديه عندهم بعد اشكاليه بالحكام كلام ابو خالد صح قله ترى عندنا زين هو السعوديه عندهم لا حكام لا الحين يعني انت تختلف مع ابو خالد اختلف مو الكل نعم اوكي انا انت محمد احنا ما انا اقول لك حكامنا من احسن حكام بس بالكويت ما يصير من برا يحكمون احسن من الكويت ابو محمد هذا ناتج الدعم صراحه البسيط اللي حصله الحكم الحكم بينه وبين نفسه لا تحكم انا اليوم لا 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 تحكم لا تحكم ولا تحكم لا تخلي وانت يا اتحاد لا تخلي حكم بس وبعدين الاتحاد قدم على خطوه انه جاب حكام اجانب وينهم يعني انا شفت الحكام الاجانب هالاسبوع ما في واحد الحكام اللي ورا الجول مو موجودين هذا اثنين نعم امر غريب صراحه عاد لاحظتوا هالامر والله مو موجودين ما ادري ايش الظاهر مشكله صار له شهرين بتكلم عنه ايه لا لا بس انا بقول لك شغله هو شنو قصده؟ انت الحكم ليش حاطينه مو يحمل لاعب؟ شفت الضرب اللي صار احنا بنشوف اللقطه انا عشان ما ابي اعلق زياده لا لا شوف لقطه غلطانه شوف اللقطه شوف هذا طرد اذا نفس اللاعب طرد نفس اللاعب لا شوف اللقطه بس مع فيصل تحديدا زين احنا بس ننوه يعني هم نقطة ترى يعني عشان نكون منصفين يعني ابو خالد حتى قال حق اخونا خلف تحطون لقاء كامل ولا لا يعني احنا ابو خالد ترى متعودين دائما اللقاءات بالعكس مع انه يعني شوف عادة قول والله ابو خالد بغى نشيل يعني انا متعاطف ويا ابو خالد عشان الانضباط بس عاد لا لا هو امانة ابو خالد واعتقد اغلب الجمهور يعرف انه في الاعلام عاده اللقاءات خاصه اللي تصير بعد المباريات ناخذ تاخذ يعني 20 ثانيه 30 ثانيه يعني اي يعني او الزبده مثل ما يقولون بالضبط امر طبيعي انك تقص من من اي لقاء تسويه مع اي لانه يعني التقرير تقريبا دقيقه ونص دقيقتين وعندك لقاءات قصوا من السلام فينا ما يحيي الجمهور هذا لا لا هذا ما هذا هذا قص هذا خلينا نقصه هم بس عشان نكون نص يعني نكون عشان نبين حسن النيه ونبين ان احنا لا مع طرف ضد طرف احتراما اللي طلب اخونا ابو خالد حطينا اللقاء كامل من بدايه اجابته الى نهايه اجابته مدته تقريبا ثلاث دقائق وشوي اطول من تقرير المباراه يعني تصريح اخونا عادل عقله كان اطول من تقرير بس زين المباراه فيه اثاره حلو احنا عشان احنا نقول لابو خالد وغيره اللي عندها تصاريح زين نحطها كلها طيب خلينا نروح حق القرارات التحكيميه الخاصه في المباراه اول قرار تحكيمي كان اللي تقريبا اللي هو عليه المشكله اللي اخونا خالد اخونا ابو خالد عادل عقله عتبان على الحكم اذا نشوفها كامله احسن ابو يوسف عشان تكون اوضح هاي طرد بعد مو انذار نعم هذا طبعا مو القرار مو اللقطه اللي تكلم عنها قلنا لا هذه غير هاي طقه بالكوره هذا ما اعطى شيء الحكم ما اعطى شيء هذا هني ما اعطى اسف مو هذه اللقطه اللي تكلم عنها هذه نتكلم بشكل عام في التحكيم انتوا ايش تقولون زين اللقطه شنو فيها هذه هذه اذا مو انذار طرد بعد يعني اذا مو طرد انذار انذار بالكويت اي طقب انا ابو احمد هذا يعني اقل شيء انذار انذار والله انا اقول ما فيها انذار هذه فيها طرد فيها طرد مع اسمعي بس فيها طرد والعتب ترى مو على الحكم شوف حكم الرايه وين شوف حكم الساحه خله مع حكم الرايه موجود هنا بدون نقاش هذه ما فيها لا تقول لي انذار فيها طرد طرد ابو احمد ابو فهد فاول 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 انذار اصفر فاول انذار طيب هو طبعا لا اعطى فاول ولا اعطى انذار ولا مشى اللعب اخونا عمار اشكال زين نروح حق القرار التحكيم الثاني في المباراه ال هني هني يعني يقولون انها لمسه يد على فيصل زايد ايه هاشت فيصل ابو علي طبعا هو مشاها اخونا عمار ايه بيده 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 والله خطا فاول اوكي بو بيده بيده أخذ بيده زين نروح القرار التحكيمي الثالث الخاص في مباراة الكويت اللي عليها هني طبعا عطى انذار قرار صحيح يعني
ليش لي في لاعبين؟ في لاعبين مغطين. مو مغطي كان احمد قول انذار. محمد قرار صحيح. صحيح قرار 100% صحيح. قرار صحيح. نروح للقرار التحكيمي اللي بعده. وخروج مميز من حميد. حميد الله. هني لاعبين نادي الكويت طالب بلنتي. محتجين يبون بنالتي. ابو علي. ابو علي ما في شيء. ابو احمد بلنتي لان صاحب بنالتي. صاحب يد اليمين. ابو محمد والله ابو سعود ما اشوفها. شوف صاحبه. شوف صاحب يد اليمين ما اشوف فيها شيء صراحه. ما يشوف فيها شيء. ما اشوف بلنتي. بنالتي. طيب روح القرار التحكيمي اللي وراه. هذا اللي عليه هذا الطرد يا ابو علي. شوف الكره راح الكره. شوفه بالبطيء. شات اللاعب والكره. ابو علي انت ايش تقول؟ ها؟ خل عيد شوف. ابو علي خل اشوفها بالبطيء. شو الكره؟ ها؟ عادي شات الكره. شات الكره. طيب ابو احمد لا انذار هذه فيها. انذار. ابو محمد او شوف في دخول على اللاعب على الكره يعني مو طرد اذا بتعطي فاول انذار. بس اللعبه هذه اللي عليها الكلام. شوف زين الحين اللقطه اللي قبلها انت ايش تقول بفهد؟ فاول وانذار. فاول وانذار. زين هذه اللقطه الثانيه اللي نفس الشيء انا اقول لك فاول وانذار اللي لا خل شوطه الكره. لا شوف ركز باللعبه عدل. هو يبي هني كرت اصفر ثاني طبعا على اساس يطرد اللاعب. بورك شيء بورك شيء. احنا بنشوفه بالبطيء. شوف الاعاده. لا الشوطه هذه ترى احتجاج عادل وخالد على على تضييع الوقت. الشوطه لا لا الشوطه في شيء قبل الشوطه في شيء فاول يبون طرد. طرد هو لان نفس اللاعب اللي خذ الكرت الاصفر طالبين طرد. هذه اللقطه هني الثانيه. اي هذه اللقطه مالت ناجي اللي خذ عليها يعني اللي خذ عليها كرت اصفر. صدق حاش الكره. شوف هذه اللقطه بس شات الكره اول ترى. هذه لها اعاده. هذه لها اعاده مفروض. ما في لها اعاده. ما في لها اعاده هني صار عليها. شوف هذه فيها اعاده. فيها اعاده هذه بس ما ادري مو حاطينها. نعم هو كنت اتمنى من الاخوان يعيدونها يعني اي لقطه تحكيميه اذا ما في اعاده من القناه هذا امر اخر. لكن ما دام في اعاده اي قرار تحكيمي يا اخوان مخرجنا وموعدنا ما عليكم امر لابد ان تكون في اعاده. زين هذه اللقطه تستاهل انذار. ايه ابو علي شات الكره بعد إيه؟ اللعبه هي إيه؟ كذا انذار. ابو احمد انذار وطرد. انذار هذا ينطرد مو ترى. شوف خلي الكره ترى موضوع ثاني. شوف انا ليش اقول لك اعاده لاني انا لا شفت الاعاده إيه؟ اعتقد فيها ضرب. اي فيها ضرب. فيها ضرب الفيصل زايد. هذه قبل حتى الشوطه المفروض ياخذ انذار يعني لما يتنرفز عادل عقل على اللعبه هذه انا ما الومه صراحه. انذار ثاني وطرد حتى طيب. شوف انا بس كنت بتاكد من الضرب عاد لاني انا قاعد اشوفها بتليفوني يعني. مو هذه مو هذه. شوفها بتليفوني ما كانت واضحه ثاني اذا كان إيه لا لا في لقطه كان واضحه اعتقد يعني لو الضرب يعني اعتقد طرد مباشر مو انذار. لا لا بس انا كنت اتمنى اشوف عموما هي بدون نقاش طرد. ابو فهد انا اشوف الطرد على حالتين حاله الفاول ونفس الوقت تضيع الوقت نفس اللاعب نفس اللاعب نفس اللاعب اللي ضيع الوقت وشات الكره يعني انذار ثاني وطرد. نعم طيب هذه قرارات تحكيميه اللي كانت في المباراه. بعض التغريدات قبل لا نروح حق فاصل. اخونا العاصمي يقول عمار اشكناني له مواقف سابقه ويانا وما لوم ابو خالد لكن العميد ماشي قطاره حسب كلام اخونا العاصمي كويتاوي طبعا ايضا لكن عميد ماشي قطاره وما يوقف على 100 حكم ايضا نقطه مهمة. بس اخونا بدر ويشد يقول سلام الجميع بلغ الكابتن انور يعقوب والجميع لا يشيلون هم وجل همهم هذا العميد لو كان مستواه في نزول ياخذ المطلوب من كل مباراه وهذه الصفه لا يتميز فيها الا العميد فقط لا غير وقول لابو فهد منور ايضا اخونا غتساوي مدريد يقول الصحفي احمد الشمير ليش ما تكلم عن موضوع النقاط الثلاث شنو السبب؟ بس انتهى بعد فك النقاط الثلاث؟ ايه بالاتحاد بس ما لي شغل فيها. مالك شغل. مالي طيب. شغل فيه. شنو انت كنت بتعلق محمد؟ في واحد داز يقول فهد قبل الطقه عنده انذار. فهد حمود عدل ولا؟ منو؟ فهد حمود قبل الطقه هادي ما ادري والله بس من اللي من هذه ايه وبهالحاله يستاهل انذار. بعدين ابو سعود عفوا عشان لا يقول انت اربل حتى لو يقول يستاهل ولا ما يستاهل شنو راي احمد الشمري وشنو انا صفتي اني اقول والله النقاط حق النصر والقادسيه عدل ولا لا؟ فاتمنى من الشارع هذه رساله
في طريقة يعني مثل ما يقولون مستعجلة بتكلم فيها. أتمنى أن من الشارع الرياضي وخاصة الجمهور الكويتي كله من خاصة الجماهير الغدسية يا جماعة صدقوني لا تحطون في بالكم إن كان في إعلامي وصحفي وأي من كان أن يظهر في الشاشة أن تقول والله مع الطرف مع طرف. أوكي. هذا الحل الأول والأخير، أول قرار الأول والأخير راجع إلى اتحاد كرة القدم وليس عندنا. طيب نصار نصار المهيني يقول لو جاسم جعفر تم مكافأته بالإشارة الدولية كان صياح ونياح للصبح، لكن الحكام للحين يحابون نادي الأصفر ويوزعون هدايا. لا عمار اليوم كان سيء، وفتح باب أن الحكم الكويتي لا يستحق أنهم يحكمون للمباريات. أتمنى من إدارة نادي الكويت الابتعاد عن الحكام المحليين والاستعانة بالأجنبي. نعم حكم جاسم اليوم؟ نعم انا قصده يمكن عمار اشكناني. عمار إيه يعني طيب. انا من ناحيه اقول اذا هو كويتاوي يعني من الشغله اخوي نصار كلامه سليم. اذا نادي الكويت يقول لك والله الحكام محليا كذي يجيب يخلينا نروح حق فاصل وبعدها سنعود. صبحكم الله بالخير. للتنويه بس يا اخوان ترى العم الإعلامي القدير محمد المسند يدعوكم يا جماعة لحفل زفاف ولده. نعم. عبد الله نجلة ولا ولده؟ على كريمة المرحوم خالد سليمان السلمان الله يبارك. اليوم إن شاء الله الجمعة في صالة الشيخ عبد الله مبارك الصباح منطقة الخالدية، الدعوة للرياضيين بشكل خاص والجميع بشكل عام، وبالبركة يا عم أبو مشعل وإن شاء الله تفرح بعيالهم ان شاء الله. الله يعين عزه ابو مشعل عاد محبوب من الكل ما شاء الله. يستاهل يستاهل ابو مشعل. اقول الله يعين عزه ابو مشعل محبوب من الكل والله. اي والله الله يبارك لهم ويوفقهم. الله يوفقهم ان شاء الله. خل نروح حق اتصالات مشاهدينا. ابدا مع مهل. مهل صبحك الله بالخير يا اخوي مهل. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. يعطيك العافيه ابو سعيد. الله يعافيك. كيف حالك؟ طيب طيب الله يسلمك. أبو سعيد بغيت أول شيء أبارك نادي الكويت على حصول 3 نقاط. نعم. كنتيجة وهارد لك مستوى والحمد لله على كل حال، وهارد لك الإخواني لاعبين نادي فحيل. نعم. قدموا مباراة جميلة وفريق أتأمل فيه قدام إن شاء الله، رغم إني مشجع كويتاوي بس حبيت أدش بنقطة والله. فضل. عن أمين سر نادي غاسية حسن بول حسن، وما توقعتها منكم كرواد البرنامج انكم تخلوني استنقص من نادي الكويت لما يقول نادي الكويت ليس منافس ولا يعني لي اي شيء، وفريق فرق كبيرة هبطت مستواها فبرز نادي الكويت. ونادي الكويت يا حسن بول حسن نادي كبير ونادي حقق رباعية وطلعت من السوبر وما خلاك تاخذ لا دوري ولا كاس ولي عهد ولا امير، وحقق الرباعية ولا زال نادي كبير ويبقى. طيب. كبير وبإذن الله بإذن الله الواحد الأحد إنه راح يأخذ الزعامة منك، بس أتمنى. طيب. أتمنى يا عبد العزيز يا أخوي عبد العزيز إنكم تحطون حد لحسن بن حسن غلط. طيب. أوكي مشكور يا مهل، إحنا طوفنا لك الدقيقة زيادة عشان لا يقولون هو الأيام بس أي شيء يصير ضد الفريق وضدنا. يا أخوي مهل أول شيء حسن بن حسن ما جرح قال ما ينافسني، كلمة طبيعية كلمة عادية. الفريق والله فرق كانت تنافس نزل من مستواها صعد نادي الكويت. شو ما ينافس محسوب. لا لا هي كلمة يعني كلمة ما فيها مو يعني تجريح. مو إساءة. لا لا أو تجريح. الأمر محسوب عليك بدون مجاملة فيها إساءة من أمين سر نادي الغاتسية. هذه إساءة من وجهة نظرك. لا لا في أنت الحين لما تقول ما ينافس فيها إساءة فيها رأي غلط فيها رأي. لا لا فيها إنه قاعد يقول إن الكويت مو منافس يقلل من شأن نادي الكويت. إذا نادي الكويت مو منافس لما يقول أنا مو منافس. أنا بعطيك تصريح أنت متابع كرة سعودية. نعم. هذاك اليوم الأخ رئيس النادي الاهلي الاهلي قاعد يقول ان ماجد الربيع ايش قال؟ قال ما حد ينافس الان الا الهلال والنصر. لا 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 قال الاتحاد غير منافس قال قال ما ينافس. معلش بس ما قال لا تاخذونه بحساس هو شنو ناديه بعد هذا كلام هذا امين سر امين سر نادي الغاتسية هذا رئيس نادي يا ابو فهد امين سر وهذا رئيس نادي معلش انت لا 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 تاخذونه بحساسيه يا ابو فهد. ايش معنى قال نادي الكويت انت حسن ابو الحسن؟ شو يعني قال نادي الكويت؟ سألناه عن تغريدته اللي خاصة بالإسماعيلي، مالت إسماعيلي والكويت. هو تبي تتكلم عن نادي الكويت. من المفترض أنت كونك أمين سر باحترامي لأبو علي، المفروض أنه ما يتكلم الكلام هذا. دق على رضا ما عرف يخليه يستلم مكانه. طيب، أوه والله. آخذ أخوي وتأكد يا أخوي مهل، إحنا أي شخص
نحس ان في كلامه في اساءه لاي مو اي نادي لاي طرف لاي شخص نوقفه وما نرضى بهالامور. لكن انا من وجهه نظري كمذيع للبرنامج ارى تصريح ابو علي ما في اساءه، وجهه نظر محسوب عليك تختلف على تتفق وياها، لكن بالنهايه انا اقول لك محسوب عليك ما في اساءه. ما عليك، انا اقول حسب الحسن يلا شد حيلك واسحب كاس التفوق من نادي الكويت ورجع لنادي الغشيره بالضبط. اوكي يلا سالم صبحك الله بالخير. يرد غد ساوي يقول سالم قصر على التلفزيون لو يا اخوان اللي يتصل فينا يقصر على التلفزيون لو سمحتوا. غرقان تحت الماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساك الله بالخير الله يحفظكم ويستر عليكم. مساك الله بالنور يا اخوي. هلا اخوي عبد العزيز وهلا اخوي مبارك. حياك الله. اول شيء اعزي اخوي مرزوق العجمي بوفاه اخوه عبد الله. الله يرحمه. الله يرحمه. من فراس. الله يرحمه ويغفر له. الأمر الثاني أنا شفت المباراة شوط ثاني أمانة ما شفت شوط الأول. نعم. الكلام على الحكام واجب من الفريقين. مضبوط؟ نعم. لا تركب موضوع الحكام لأني أنا ما أتدخل فيه. الأمر الثاني أو الثالث عبد الهادي خميس فعلا أنه قدم مباراة طيبة جدا. ممكن أذكر نقطة تحليل اللي هو تلفزيون الكويت قالوا كلام جدا طيب اللي هو ناصر العمران وبنقلوا قالوا اذا الكويت ما دخل ما سجل جول في الشوط الثاني راح ممكن يخسر المباراه. اوكي طيب مشكور مشكور يا سيدي. اتمنى يا اخوان الاختصار قدر المستطاع، ترى احنا مرتبطين بالدقيقه وعندنا ثلاث مباريات وعندنا اتصالات ثانيه فأرجو الاختصار عشان ما نقطع عليك الخط. عزيزي المتصل نواف صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور وسعيد. أبو سعيد أنا ككويتاوي يحزني جدا الشكل اللي طلع فيه النادي في مباراة اليوم، وهذا بسبب المجاملات. كافي مجاملات. النادي الآن يعيش بعدم استقرار، وعدم الاستقرار يتمثل في أمور كثيرة، منها أن صارنا الحين أكثر من موسم مثابتين على حارس معين، وأن خط الدفاع كل شوي قاعد يتبدل. فهد الهاجري مرة قلب دفاع ومرة تلعب لياباك، ويجيك محترف ممتاز نفس كمارة تضحي فيه وتجيب لي محترفين مستواهم أقل من المتواضع. كافي نتكلم عن حكام، كافي نتكلم عن غير حكام. حكام سيئين من زمان. احنا نقول النادي شكله سيء. اليوم محرجكم عبد الهادي خميس بالمستوى الممتاز اللي ظهر فيه، وخلى النادي فعلا 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 يتحسف انه يضحي بواحد نفس عبد الهادي خميس. يعني انا اقول كافي كافي مجاملات. التفتوا للنادي، الانديه قاعد تطور نفسها، القادسيه تطور، كاظم تطور، السالميه تطور، شكل النادي صار بايخ. طيب مشكور يا نواف وجهه نظرك، مع ان نختلف فيها. اعتقد الاخوان في نادي الكويت قاعد يعملون على تطوير ناديهم وفريقهم. لا يعني في نقطه ما غلط ما غلط على احد. انا قاعد اقول نختلف، ما قلت انا تصير نفس ابو فهد بعد. اخوي نواف صبحك الله بالخير. هلا اخوي. يعني حياك الله تفضل. الله يحييك. حياك الله ابو محمد. يا هلا. دوسري يا هلا. شلونك؟ الله يحفظك. اليوم المباراة كانت في مباراة ثانية بين فهد حمود وعبد الهادي خميس. كان فهد حمود خشن حيل مع عبد الهادي خميس، وفي لقطة انتم ما حطيتوها، كان عبد الهادي خميس بالارض طايح وفهد حمود طق بركبته على وجه عبد الهادي خميس تقريبا دقيقة 82 حطيناها عندي هذه. هذه الحالة طرد ثاني يا ريت تشوفونها. وهو ترى هذه ما له حل الله يعين فهد، لازم يستعمل معاه يعني على الخفيف. لا بس مو بالخشونه هذه يا ابو محمد. خليني اكمل دقيقتها، خليني اكمل دقيقتها عشان لا اقطع عليه. والسلام الاخير لابو علي وباقي الشباب الموجودين. عليكم السلام. مشكور يا نواف. نشأت صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور وصبح على ضيوفك الكرام جميعا. حياك. طبعا انا اول شيء اوجه رساله لمن يمسك زمام كره القدم او رياضه كره القدم في الكويت، واقول له رجاء معالجة موضوع النقاط الثلاث بكل عقلانية، علشان الأمر لا يوصل إلى المنظمات واللجان الخارجية ويكون سبب لا سمح الله فيه يعني إيقاف الكرة الكويتية مرة ثانية على شيء ما يسوى. موضوع واضح، بهدوء حلوا الموضوع وكل واحد ياخذ حقه. مو بالضرورة أن لازم ترجع لحق القادسية غصب، بس حلوه أنه يكون منطقي. إذا قرار منطقي ضد القادسية تقبله، ما عندنا أي مشكلة. الشغلة الثانية تصريح هذه العقلة أنا معاه قلبا وقالبا. حكام بالكويت على قدهم،
الأغلب مجاملات، تعويض أثناء المباراة حسب الضرب، حسب صراخ الجمهور، حسب صراخ الإداريين، الأغلب. واليوم الوضع كان واضح، ما في تعمد إنه قاعد يجامل فاحيل ولا يجامل الكويت، تخبط يعني حكم متخبط، مفروض يمكن ثلاث حالات إذا طرد المباراة راح يكون فيها. الشغلة المهمة الأخيرة، نحيي لاعبين الفلاحي اليوم على أدائهم ورجولتهم بالملعب، وكانوا بحققوا مفاجأة. طيب مشكور أخوان على الدقيقة. آخر اتصال منى، صباح الخير. سلام، السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعافيك. أبي أسأل مدربين محمد كرم وأنور يعقوب، بالنسبة حق اللاعب فتاو اللي يلعب نادي الكويت، ما يصلح قلب دفاع؟ لأن أنا أشوفه ما شاء الله عنده النزعة الدفاعية وايد زين، يعني يفتكره والتحاماته قوية، ليش ما يحطونه يجرمونه بقلب الدفاع؟ فتاو اللي بالنص، وما أدري، خلي يعطوني رأيهم. حاضر. شكرا لك يا أخت منى. رأيكم؟ أيوة. فتاو الارتكاز. لا يعني ما ادري بعد الدفاع، هو في يعني في تكتيك فردي ممكن المدرب يسوي انه نقل لاعب من مركز لمركز، لانه فعلا هو بالنص. يعني احنا انا ايد الكلام اللي قال، يمكن انت اختلفت وياه بالراي، انه تشيل كمارة وتجيب واحد كمارة. لا لا لا، يصلح قلب دفاع ولا ما يصلح؟ انا قاعد اقول لك لما نجيب اسم كمارة، اقول لك كمارة كان افضل من فتاة، يعني هذا مركزه نفس مركز كمارة. فاعتقد انه في تكتيك فردي ممكن المدرب يسويه، عارفه اكثر منه، فاعتقد في مجال انه يلعب هالمركز. صح، في مجال. والله اي نعم، انا اعتقد انه لاعب قوي لقتمونها في شيء مش صحيح، ممكن دائما لاعب ارتكاز ممكن يلعب. فأنا اقول خلي يجربونه، يعني في مباراه الحين بيوقفون الدوري، في مباراه تجريبيه يجربونه، ممكن على الاقل يشرب الممكن. اي نعم، في لاعبين وايد تلقى ارتكاز ما يمشي، لان انت الحين قاعد يشكون دفاع الكويت، دفاعنا زين، ممكن هذا يسد الفراغ هذا، يعني ممكن يمسك يعني كلام. نعم. كلام طيب، اختمونا يمكن في شيء من الصح. خل نروح حق الجاره والشباب واداء الحقيقه، يعني بعد ما سعود في نقطه بس لاختمونا، ما شاء الله انا ترى متابع من زمان، يعني صراحه تحلل امور من احسن ما يكون، من كذا سنه متابعها، يعني تطلع بالقنوات ما شاء الله عليها مميزه، يعني حطها على المدرب حق اي والله حق فريق النساء، يعني بدال ما يقلبون 11 وما تحليلها صح، يعني تحليلها وقراءات حق المباريات انا متابعها من زمان. خل نروح حق تقرير مباراه الجاره والشباب مع محمد الصلاح. على استاد مبارك العيار استضاف الجهراء ضيفه الشباب في مباراة يسعى كلاهما للابتعاد عن منطقة الغاء. الشباب يبدأ سريعا من ركنية نفذت بشكل سريع، سجل من خلالها حسين البحر الهدف الأول للأزرق. الجهراء يعادل النتيجة عن طريق المحترف موسى، والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل. خطأ من مدافعين الشباب بالتمرير لتصل إلى فايز الظفيري، وكرته يبعدها عمار. ومن خطأ من محترف الجهراء صامويل، لاعبو الشباب يستغلونها لتصل إلى أحمد جعفر ويسجل الهدف الثاني لفريقه. ينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم أبناء الأحمدي بهدفين للا شيء للجهراء. الشوط الثاني ينطلق سريعا، والشباب يسجل هدف عن طريق سوما، والحكم هاشم الرفاعي يلغي الهدف بداعي التسلل. وعلى طريقة الكبار، الجهراء يسجل هدف تغليص الفارق عن طريق دينجر. الشباب يكثف هجماته على مرمى الجهراء عن طريق منور المطيري وأوليفيرا، ولكن دون جدوى. سوما يتلاعب بدفاع الجهراء ويسدد خارج مرمى بندر، لتنتهي المباراة بفوز أول للشباب بهدفين لهدف للجهراء. الحين الحمد لله صعدنا تقريبا فوق ثلاث فرق أو فريقين، وإن شاء الله القادم أفضل، لأن نادي الشباب عنده شيء هالموسم. يعني إحنا مو جايين صاعدين من دوري الممتاز، دوري درجة أولى، لدوري فيفا عشان
بس مشاركة لا، جايين إن شاء الله نسوي بصمة، وإن شاء الله يشوفون الناس فريق الشباب هذا شو اللي سوى الموسم اللي طاف، راح تشوفون مجهود هالموسم إن شاء الله. اليوم ما كنا في يومنا، يعني ما كان الأداء يعني اللي كنا نطمح، يعني إحنا قلنا إن لاعبينا موجودين وعندهم أكثر من كذي، لكن ما زلنا إحنا إن شاء الله بالانتظار، وإن شاء الله المباراة الجاية أو المباريات القادمة عندنا فترة توقف الفيفا داي إن شاء الله نصحح بعض الأمور، إن شاء الله اللي نرجع نقدر نرجع بالجهرة مرة ثانية يعني للفوز وللعب على أقل مستوى، يعني إنه يكون يعني بشكل ممتاز. الجهراء يواصل عروضه الهزيلة في دوري فيفا بسقوطه على أرضه أمام الشباب. الشباب بالثنائية يزيد من أوجاع الجهراوية ويحقق أول انتصار له في دوري فيفا. محمد الصلال لبرنامج الديربي. مشكور أخوي محمد، مبروك الشباب هارك الجهرة. أبو فهد كان حاضر المباراة، راح نبدأ وياه. شلون كانت المباراة يا أبو فهد؟ والله ابو سعود، اولا نبارك النادي الشباب. كانت بيضه وزرقه. بيضه وزرقه شلون فعلا. فالشباب مبروك لهم الفوز بالامانه، المحبينهم ومجلس الاداره واللاعبين اللي اهم اللي لعبوا بروح وتجانس بالامانه. المفترض انه يطلع اقل شيء يقول اذا الشباب فاز اربع اقول بعد. لا نعم، كانوا افضل ومنظمين افضل من الجهره الضايع اللي ما لعب كره ولا لعب بشكل تنظيمي انا اليوم ولا قدم اي شيء اصلا. الجهره اليوم يذكر الجهره، ماني عارف هل اليوم الخلل انه يكون في الجهاز الفني، هل الخلل ايضا يكون في الجهاز الاداري. انا حسب ما وصلتني معلومه ان الاخ محمد علي عضو مجلس الاداره ومدير الكره ان قدم استقالته، هذا الله اعلم اليوم بعد المباراه. نعم. اكد نعم قدم استقالته. اليوم انا كوني جهراوي صراحه، انا اتكلم عن الجهره، اقول يا جماعه مو هذا نادي الجهره. نادي الجهره انتم شفتوه السنوات الماضيه كله كان ما ينزل عن الرابع، كان دائما منافس. لا وكان في نقطه في صعب ينغلب على ملعبه، صعب الجهره من ينغلب على ملعبه. نعم عارف شلون، ولكن اليوم خلينا نعطي نادي الشباب حقه بصراحه. ترى اتمنى انه يستمر نادي الشباب على المستوى اللي ظهر عليه اليوم من لاعبين محليين وايضا المحترفين. نعم بالامانه. طيب عارف شلون، ولكن في نقطه ودي اتكلم فيها. نادي الجهره اللي هو اداريا، يعني نادي الجهره اليوم هل يعقل ان عندكم الكثافه السكانيه واللاعبين اللي قاعد يسجلون في المراحل السنيه زي اليوم بدون مجاملات، وانا الشخص فعلا ما اعرف، انا ولد المنطقه، عندكم اللي ماسك قطاع الناشئين مثلا عادل الدعاس، عندكم مبارك المطوطه، عندكم مجموعه من الاداريين اللي قاعد يتابعون المراحل السنيه في نادي الجهره بصراحه كثيرين، ليش ما تستحنون؟ وين اللاعبين؟ الكل قاعد يشوف نادي الجهره. تقول قبل شوي يمكن ابو احمد قاعد يقول نادي الجهره نادي الشباب وتوهم صغار. الفريق مو زين تحت 20 ما في تحت 20 وين تحت 17 اللي قاعد يقول ليش ماكو اهتمام؟ ما في فريقه تحت 20 كم اي مركز اي ترتيب؟ ابو 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 يعني لو فريقه زين تحت 20 كان تلقاه في مركز سعود متقدم. انا وجهت الرساله، قاعد اقول وين الاهتمام في المراحل السنيه؟ انا قاعد اشوف اداريين قاعد يشتغلون ولكن وين اللاعبين؟ 17 و15 زينين ترى. ما لا لا اتكلم 20 17 15 زين. انت صعدت 15 انت صعدت 15 صعدت 17 وين يروحون بعد الفتره هذه؟ ليش ينقطعون اللاعبين؟ طيب ابو سعود انا اوجه لاداره نادي الجهره بصراحه للجميع، مجلس اداره نادي الجهره اهتموا. نادي الجهره مو هذا مستواه، نادي الجهره عنده الافضل من لاعبين وعندهم. طيب. من الروح اليوم اللي فقدها نادي الجهره بصراحه. هدف الجهره اجمل اهداف. ايوه اجمل اهداف الدوري. نعم نعم نتكلم بهدف رونالدو لا رونالدو كريستيانو لا والله والله اي واحده نهائي كريستيانو اي جول يقول لك دنجر زنجر 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 زنجر
لا والله خوش قول قول حلو بس لا والله انا ايد يعني الجهرم وهذا الجهرم يعني في نقطه وان الجهرم كان صعب يخسر على ملعب الحين قاعد شوف وايد خسائر قاعد تصير على هاي الشغله الشغله الثانيه نادي الشباب انا من اول قاعد الكلام كابتن خالد الزنكي ترى من المدربين الجيدين بس يحتاج فرصه نعم فعنده طيب. تفكير عنده فكر عنده كثير مبارك لهم على الفوز بشكل سريع عشان عندي العربي والنصر انا بعد. اشوف تنظيم نادي الجهرم زين حتى اللعبه اللي طافت تنظيمه زين ولاحظ الحين من الساعه اللقطه الشوط الاول 3-2 وين صارت هذه الشوط الاول؟ ما ملعب لاعب الالعاب انا شفت تنظيمه سيء كان حتى اللعبه اللي طافت ما يحصل في الجهره واخطاء اداريه حذرنا بدايه الموسم انتقل فيصل زايد انتقل رونالد غاب محمد غاب محمد سعد العجمي قلنا هذا خطا اداري ما حد سأل عنه وين محمد؟ إيه محمد هذا اللي بقول لك قالوا بحد سأل لا سألوا إيه عندي قلنا لا لا قلنا هذا خطأ إداري إحنا قاعدين اليوم هني محللين هم هناك اللي ماسكين المسؤولية هم مو إحنا اللي مسؤولين إحنا لما نطرح الموضوع أكثر من مرة ونقول غياب محمد سعد مؤثر قعدته في البيت ما منه فايدة بس قدموا له البعض وين ولا النادي قدموا له قالوا ارجع لنادي الجاره ولك ولك شرط تكريمه محمد ونعوضك ترى كلمتك هذه كبيره يا ابو ليش ولا النادي منو نعم انا اقول محمد سعد عمره 20 محمد سعد طاف الثلاثين طاف الثلاثين تقدير له اقول له تفضل لما طلع اسمع كلامه طلع لما طلع كاظم مقدم له كتاب رسمي عرض رسمي وافقوا ما وافقوا له شو لا ما وافقوا شو وافقوا طلع كان طلع شلون تكلم هو انه والله الحمد لله احنا تكلمنا يا ايش فيك يا ابو فهد 20 مره تكلمنا بالبرنامج هنا انه ما وافق لا هو على اساس انه انقطع عن التمرين ما انقطع عن التمرين على التمرين على اساس انه ما وافقوا على شيء اي ايش نقول احنا فهني هذا العزيز الخطا يتحملون جهاز داري مع كامل نعمل له حق انه يطلع محمد سعد احنا نقول اللاعب احيانا بس خل اوضح انه معلومه ثانيه عندك معلومه لا محمد انه قالوا نعوضك المعلومه اللي عندي قالوا محمد سعد قالوا محمد سعد انضم لفريقنا وبلش يا ربعك وراح نعوضك في مباراة تكريمية وشرط انه ما نقصر معاك فاللاعب ما وافق طيب ما وافق بعد هالعمر هذا بعد بس النقطة محمد خروج يعني لا بس ترى معلومة لك ترى محمد سعد انا متأكد من النقطة يعني مع كامل احنا اليوم ابو حمود مش الله يوفقه مدير الكرة ما قعدهم او ما قعد معهم مدير الكره لا انا اللي اعرف انه قعد لا ما قعد انا متاكد والله اللي اعرف اللي قعد شخصي ما قعد دزحد ما هذا موضوع ثاني امين السر بنفسه ولد عمه ترى من عيال عمه يعني يلا عمه يعني قعد يعني راح قعد معاه وقعد يعني قعد وياه لا ما قعد انا متاكد من تصلوا على امين السر سرور العجمي سرور العجمي خليه يطلع تصلوا على سرور العجمي اتمنى من كلامي انه بعد هالعمر هذا ما عرق اللاعب خليه يطلع انت عندك تعليق على قائمه فريق الشباب او تشكيله الشباب اي قالوا فيه حطوا احنا بعد بنرد الحين مشروط من حطها شنو قالوا فيه سكور شيت ما ادري شنو فيه لاعب احتياط ما ادري لاعبين احتياط هو كان قبل بدايه المباراه حطوا سلموا اللاعبين وبعدين اضطر للتبديل لان تعوروا اثناء التسخين اثنين تعوروا متاكد فبدل هذا حساب شو اسمه؟ بعد سووا لنا مشكلة والله أنا لا شنو, شنو, شنو 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 أنا مصور قالوا للمعدين شنو؟ لا 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 كانوا بالأساسي اثنين زنيفر وأساسي ما في شيء سخن بدلهم عادي بدلهم ما في حشو زين الحين لا كا شوف هذا لا كا شوف هذا حساب الرسمي مال نادي الشباب مشكورين وصراحة يعني أول بأول يعني حسابهم في تويتر حط تبديل اضطراري للمدرب خالد الزنكي قبل بداية المباراة يوسف بطيبان بدل من عبد العزيز حقان ومحمد زنيفر بدل من عبد العزيز الشاعر عشان هذا وصل طلع السكور هذا قبل المباراة حاطين بالأمانة لازم تشيد اليوم عشان نضيع حقهم بعد حكام المباراة اليوم كان طاغم الأخ الرفاعي هاشم الرفاعي مع زملاء بصراحة اليوم غادر المباراة حد ما في احتجاج يعني قوي والصراخ اللي قاعد نشوف عندنا 2-1 النتيجه زين واثنين لا وضيعوا يعني اليوم الشباب المفروض طالع بنتيجه كبيره بصراحه ولكن ما كان احتجاج قوي لهم فهذا اشاده لهم بصراحه طيب بنروح حق فاصل وبعدها ناخذ كم اتصال حق الكنافه حياكم الله ويانا كم تغريده على السريع احمد البستكي يقول كل ما اشوف الكابتن نور يعقوب اقول حسافه انه ما استمر بالعربي الله يوفقك وين ما تروح يا كابتن انور وانت احد ضحايا الانتخابات للاسف حمد العنزي يقول اهنيك اليوم الحلقه مميزه بوجود نخبه مثل احمد الشمري ومحمد كرم والكابتن انور والمشاكس ابو محمد
مشكور. محسن المطرف يقول الأخ أحمد شمري لما سأل عن النقاط الثلاث رفض الإجابة، ولما جاء تصريح أبو الحسن دخل بالموضوع. أتمنى نشاهد نقاد تحدثوا عن جميع ما يخص القضايا الرياضية وأن لا يكون هناك انتقاب المواضيع. والله وجهة نظره. الأخوان يقولون أيضا اليوم مستشار تركي آل الشيخ، والخبر حاطين الأخوان في حسابنا في تويتر، يقول امنيتي مشاركة العربي في الدوري السعودي الموسم المقبل. والله كنا بغير رأيي. لا والله احنا نفكر والله هني دورينا يخترب امانة. يعني هم مصر على يعني ايه والله امانة انا اقول ان اتمنى نادي هذا العربي، لكن انا اعتقد ان هني دورينا احنا القصد ان دورينا يخترب هني هذا طيب. القصد اتمنى شنو يعني دوري تفوز بالدوري؟ ان شاء الله يفوز. ليش ما متى الموسم؟ هاي مشكله هاي ابي اداره العرب يسالوني اي يسمعونك اي والله اعطيته فرص حق تاريخ العربي يعني العرباويه مو راضي والله ما انا واحد من الناس طبعا لان افكر ان دوري الكويت فاعتقد انه شوي صعب. خل نروح حق تقرير مباراه العربي والنصر. اخونا فواز صلاح الحضر وتابع المباراه وعد لنا حل العربي ضيفا ثقيلا على النصر في الجليب في صدام ساخن بين العنابي والأخضر، حيث يتطلع الفريقان للحاق بركب الفرق المتصدرة. أصحاب الأرض بدأوا اللقاء سريعا باحثين عن هدف الأسبقية من فرصتين، وسليمان عبد الغفور تألق بالتصدي لفرصتي العنابي. رد الأخضر كان قاسيا على أصحاب الأرض، ويفتتح التسجيل عن طريق علي خلف. تسديدة الأولى والثانية والثالثة والجول. أوه جول! القوة القوة لا بارك الله بالضعف. حسين الموسوي يسدد كرة قوية تعلق بإبعادها محمد هادي، لينتهي الشوط الأول بتفوق الضيوف بهدف نظيف. الشوط الثاني ينطلق سريعا بهدف عرباوي ثاني عن طريق المتألق علي خلف، مانحا للأخضر الأفضلية. علي خلف المراوغة ممتازة. علي خلف يا سلام يا سلام يا علي مقصيد يسدد كرة، ومحمد هادي بالمكان المناسب. القائم يقف بجانب محمد هادي مانعا العربي من تسجيل هدف ثالث. عبد المحسن التركماني يطالب بركلة جزاء، والحكم علي الحداد يشير إلى استمرار اللعب. مشعل فواز من كرة خطرة كاد أن يسجل هدف للنصر، وكرته مرت بسلام على مرمى العربي، لتنتهي المباراة بفوز عرباوي مستحق بهدفين دون رد. الأدوات اللي بين إيدينا عم نشتغل عليها هي التنظيم، الروح، تنظيم الفريق، تنظيم الفريق كوحدة كصف واحد، زائد دراسة خصومنا بشكل جيد. عم ندرس خصومنا بشكل جيد، نقاط الضعف نقاط القوة بأي خصم. الحمد لله قدرنا اليوم نستغل أماكن الضعف تبعهم، استغلوا اليوم الشباب زائد الروح، درسناهم بشكل صحيح. الحمد لله في اليوم اللاعبين توجوا تعبهم بالتمرين، توجوا أدائهم، توجوا الغيرة تبعيتهم، ولبوا هيك مثل ما بيقولوا طموح جماهير النادي العربي. والله ما توفقنا بمباراة اليوم، يعني مثل من شايف أول عشر دقائق أو ربع ساعة تقريبا اللعب كان لنا وماسكين لعب، بس ضيعنا تقريبا فرصتين أو ثلاث، يعني هذه اللي أثرت على مستوانا بالمباراة كلها. والحمد لله دش علينا جول، والحمد لله إن شاء الله الجايات نعوض وندش المباراة بتركيز عالي، نرجع مثل ما كنا إن شاء الله. كتيبة السوري حسام السيد تعود من الجليب بفوز مهم بعد الخسارة القاسية في الجولة السابقة برباعية من المتصدر الكويت. العربي يعود إلى سكة الانتصارات بفوزه على النصر بهدفين بأقدام الشاب علي خلف. فواز الصلال لبرنامج الديربي. حياكم الله ويانا. مشكور فواز، قلت لك العربي هار لك النصر. ابو علي مبروك. الله يبارك في حياتك. والله فريقكم لا الرجال يقولون 11 محترف. ها اللي طلعوه الجمله العربي 11 محترف. لا والله فريق اليوم امانه يعني بجانب اداء اللاعبين
انا اعتقد حتى المدرب لو وصل اليوم في تكتيك الفريق في توازن الفريق بالدفاع بالهجوم امانه. واليوم انا حتى ان يعني قاعد يناقشون اليوم قلنا النصر فريقهم اليوم فريق صح الفريق النصر مو زين اليوم يعني مو بمستواه اللي نعرفه عنه، لكن اعتقد ان العربي يمكن خلاه انه ما يخلي انه يكون زين لانه لعب طريقه صح ولعب العربي لعب بطريقته هو يعني فرض اسلوبه على المباراه امانه اليوم، فهو اللي كان مسيطر. ويمكن النصر يمكن اول بدايه المباراه يمكن خمس دقائق عشر دقائق الهجمتين خطرين وفعلا هجمتين خطرين طلع سليمان عبد الغفور، لكن بعد الهجمتين سيطر الفريق على المباراه، انتشار صح بالملعب، قلت لك التوازن والتنظيم الدفاعي كفريق كان موجود بالملعب، يعني الفريق كان يبتدي الدفاع من الهجوم وهذا التنظيم الدفاعي الكامل، يعني ما اتكلم عن خط الدفاع، فكان كل هالامور هذه كانت موجوده واللعب الجماعي كان موجود. فاعتقد انه وحتى حركه اللاعبين لما نشوفها بدون كره قاعد يتحركون صح واحد يطلع حق ثاني، فاعتقد انه التكتيك كان واضح على شقا. ما تقول النصر انه سيء؟ لا حتى لو سيء يمكن العربي خلاه فرض اسلوبه وخلاه يصير بهالحاله. احنا نعرف ان النصر فريق من افضل الفرق اللي قاعد تتنافس وخاصه عنده محترفين جيدين، بس صار فتره لكن العربي انا اعتقد هو خلى النصر يصير بالوضع هذا فرض اسلوبه عليه. ابو احمد النصر يعني بدايه كانت جيده وضيع فرص، بس شو اللي صار؟ ليش تراجع؟ النصر لو لاعب اربع اشواط ما راح يفوز. ليش؟ مستحوذه هو، استحواذه ممتاز، بس استحواذ سلبي مو استحواذ ايجابي، يعني استحواذ قاعد ينقل على الراحه والعربي موقف صح؟ ما في يعني الاستحواذ الايجابي في سرعه اللعب على الاطراف ما يخلص كره. اي يعني ماني شايف انا. يعني استحواذ قاعد ينقلون ببطء ورتم بطيء، عرفت؟ شوف تبي تشوف العربي شلون قاعد لاعب صح شلون ضغط، شوف جول الثاني شلون ضغط على وبعدين في نقطه يعني انا قاعد اقول النصر انا قاعد الاحظ الحين الاستحواذ هذا ما راح يبي نتيجه الاستحواذ السلبي. وفي نقطه لما نقول احنا على اللعب اللي طافت الكويت والعربي سبب خساره العربي لما نبدل علي خلف، شوف اليوم ابدع كمل تقريبا شوطين عباره يعني اخر ربع ساعه وسجل هدفين وكان مزعج علي خلف صراحه. انا اتمنى ان يتم استمرار علي خلف لان امانه هذا مكسب حتى حق المنتخب الوطني. شلون ابو احمد يعني العربي خسر من الكويت اربعه؟ يعني لو كان موجود علي ما يخسر اربعه؟ لا كان لا كم كان نتيجه فريق زين وكان صنع هدفين علي خلف. لا مع الكويت كان فريق زين. هو تبديل اول جيم اتكلم شوف اليوم انا اقول انا اتمنى ان علي خلف يثبت ان شاء الله وهذا مكسب حق الكره. لا والخطا اللي صار بعد مع السالميه نفس الخطا الكويت بالبدايه لاعب زين والمفروض يسكر حطوا عليه والله اخر شيء نفس الاخطاء ترى. ابو محمد والله بسعود النصر مو النصر، النصر فاز اول جوله على الفيحيل ثلاثه وكان الفيحيل ناقص محترفين اللاعبين ما اكملوا بس هذا الفوز اللي حققه النصر. بعدها مباراه القادسيه انقلبت، تعادلوا مع السالمية، تعادلوا اعتقد مع الشباب، حصل ثمان نقاط، خسر اليوم العربي. النصر مو النصر اللي يعني هذه رسالة الاخوان في خاصة اخوي ظاهر العدواني فيصل العدواني مجلس الادارة، النصر في شيء خمس مباريات في شيء. بتقول لي انا وصلت ثمان نقاط، انا اقول لك معك صح انت وصلت ثمان نقاط الحظ ساعدك حتى هاللحظة، لازم الفريق مو هذا النصر اللي تخيل لو النصر نتيجة القادسية مو مقلوبة او قال بنتيجه خمس نقاط تلقى تحت مع الفرق. محمد ايش المشكله؟ هم قاعد يستحوذون بس استحواذهم سلبي يعني ما في خطوره على النصر اليوم ابو احمد. بس ايضا ما لو استغلوا الفرص يعني ما شاء الله عليه سليمان الغفور موجود، لو استغلوا الفرص انا اعتقد ممكن يكون داعم للفريق ويستمر ويفوز. لكن قد تحصل مثل المباراه ما تسجل تقلب النتيجه عليك. لا بس ما نبخس حق العربي، انا بارك الجمهور العرباوي اللاعبين واقول لهم اتمنى تستمرون على المستوى اللي ظهرتوا عليه. انت الحين تبخس ولا ما تبخس؟ لا حق منو؟ العربي. ايش فيه؟ يعني الحين لا قاعد يقول هو فرض العربي خلى النصر انه ما يقدم مستوى، يعني ابو علي انا قاعد اقول لك ان النصر هو اللي
يعني صار له كذا مباراة ونضيع نضيع. لا أنا الحين أنا ما لي أنا ما لي شغل بنصر زين وزين. أنا ما العربي. لا لا مستوى اليوم لاعبين بصراحة جيد. أنا أتكلم تنظيم زين كان. أنا أتكلم. لعب كرة جماعية العربي. زين واستحق الفوز. أتكلم في فني شيء فني إنه ما لي شغل بنصر زين وزين أتكلم إنه العربي شكله كان وايد زين نغل كرة. يعني طالع جول الثاني شلون ضغط واخذ الكره يعني مع اللاعبين يعني المدرب اليوم قرى المباراه اي نعم صح قرى المباراه زين نصيحه ترى والله الكره الجديده والطرق الجديده دخلت على كره القدم قامت تخلي طبعا البعض الحين قد يختلف معه قامت تخلي اللاعب ما يحس يعني غامر زياده عن اللزوم انا اتكلم عن مدافع النصر البحريني يا اخي استعمل شتت اكبر مدافعين الكويت قبل والعالم كله يشتون خلت علينا هالفكرة الدخيلة هذه العب ورا شوف توهق الفريق قبل لا خلص تحمد بالسلامة لأخونا يوسف الرشيدي لاعب النصر اللي تعور وريحوش وانطلوا بالإسعاف آخر شيء طمنت على زين الحمد لله الأمور طيبة طمنت على زين لا والله شوف أنا أقلم والله كلام طيب يمشي الحمد لله يمشي تصريح حق سمان عبد الغفور إنه قايل متصل باللاعب ومطمن عليه والأمور طيبة مو غاز دعي هو قبل لا نختم عشان عندنا قرارات تحكيمية وعندنا اتصالات بس سؤال وانا عندي يعني كلمة ترى قبل لا تخدم ولا لا مو الحين بعد لا عشان ما عندنا وقت بعدين ابو علي والله ما عندنا وقت والله بعدين نختم لان في اتصالات عطني لوح خلص اول بعدين بعدين ما يقولون ماكو وقت وما ما راح نقول ابو علي قول الحين طيب نقطة بس اخونا فيصل عدواني مدير فريق النصر يعني شفت العقم الهجوم اليوم وجود زبن العنزي اعتقد مهم كبديل كأساسي مو موجود ما أدري صراحة يعني مو معقولة في كل فترة يعني تصير هالمشكلة بينكم وبين زبن العنزي في كل فترة يحصل هالموضوع فأتمنى يعني تشوف ما أدري والله ممكن يدرس هو يروح مصر لا خلاص عموما احنا نقول لأخونا فيصل عدواني يعني يحل يحل مهم لوجود لإيجاد حلول حق الخط الهجومي في نادي النصر قرارات تحكيمية بعد شوي يجهزون الأخوان لكن خلينا نروح حق الاتصالات نبدأ مع أخونا الإعلامي من المملكة العربية السعودية الشقيقة الأخ عايض الدهاس حياك الله يا أخوي عايض صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور أبو سعود حياك الله يا حياك الله ورحب الكباتن الموجودين معك حياك الله والأخوة المشاهدين والمشاهدات الكرام حياك الله أبو سعود يعني ما شاء الله برنامجكم متابع جيد نتشرف في السعودية وخارج السعودية وحب أسد في الكلام المطروح الموجود لكن عندي كم نقطة تفضل بشكل سريع تكوى أخوي عايض كم نبي أقول بشكل سريع الله لا يهينك بإذن الله تفضل أولا يعني الواحد استاء صراحة من التعامل الموجود من اتحاد الكويت لكرة القدم الوضع اللي صاير في نادي قرطية والثلاث المقابلة اليوم احنا ما زلنا في موضوع نادي قرطية من بعد مباراة النصر الاتحاد اللي تابع له الحكم أصدر بيان نعم انه الحكم لم يوقع على التقرير كذلك رئيس لجنة الحكام السابق اللي استقال من الاتحاد الكويتي نعم. ذكر أن الحكم ما وقع على التقرير نعم. هذه إدانة للاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم أبو سعود يعني إذا كنا نبغى تنافس شريف وعدالة أعتقد واحد حق يعني ما الوضع ما يحتاج للتأويل نعم لكن إذا كانت في مشكلة بين أحمد اليوسف وفي مشكلة بين خالد الفهد أتمنى تكون بعيد عن نادي قرطية بصراحة يعني صراحة أكثر أنا ما أحب في استقصاد لهذا الشيء في استقصاد للاتحاد الكويتي لأبناء الشهيد فهد الأحمد وصراحة هذا الشيء واضح هذه نقطة النقطة الثانية يمكن اليوم مع المستشار تركي آل الشيخ اللي تحمد له السلامة أتمنى نادي العربي أنا في وجهة نظري أتمنى نادي قرطية تساوي عايض والله يا عايض احنا ما نتمنى لا العرب ولا القادسيه اصلا تبي صراحه يعني عايض صبحك الله بالخير والله عايض ليش ابوي صبحك الله بالخير ابوك الجنه انت من يسمع صبحك النور باحترامي لك يعني احنا دائما
كل شخص له كل احترام وتقدير. انت وجهت اسمين، اتمنى انه قبل الاسمين ان الشيخ احمد اليوسف الصباح والشيخ خالد الفهد الصباح، هذا بس تنبيه لك يا اخوي، بعد احترامي لك يعني يمكن طافتك ولا غابت عنك. وانا قدرت طال عمرك الله يجزاك، وقدرت وانا ما اقول والله العظيم، لكن هذا الشيء قسما بالله صار واضح، قسما بالله صار الامر مكشوف. لا ناخذ حسن النية، احنا نعرفك على النية اخوي عايض وندري تقديرك ومعزتك ما في اي قالها وفلتها يعني. اخوي عايض نشكرك، طبعا نشكر زميلنا الاعلامي السعودي الاعلامي المملكه العربيه السعوديه الشقيقه الاخ عايض الدهاز. اروح حق اخوي منيف السراي المنسق الاعلامي السابق لفريق الجاره، حياك الله يا اخوي منيف. هلا فيك. هلا هلا اخوي عبد العزيز، يا حياك الله، صباحك ابو خير انت وضيوفك اللي معك. هلا يا ابو عبد الله. الله يا ابو عبد الله، هلا فيك. هلا ابو الغالي، هارد لك. لا عادي عادي، متعودين احنا طالما الاداره هذه موجوده لا زالت مزيد من الخسائر، مو بس الخساره هذه اكثر. انت من تحمل سبب الخساره يعني؟ تحملها يعني خساره اول شيء مجلس الاداره ومدير الجهاز والجهاز اللي موجود، يعني جريمه اللي قاعد يصير بفريق نادي الجاره للامانه. انت الحين بعت شخص زايد او تمت اعاره النادي الكويت زي المبلغ، دخلت خزينه النادي 100,000 دينار كويتي. انت ال 100,000 دينار شو سويت فيها؟ لا جبت محترفين مستواهم عالي، ولا جبت مدرب مستوى عالي، مدرب مغمور ما له اي سيره ذاتيه، محترفين اربع جايب كاميرونيين يعني قيمتهم كلهم اجماليا ما يوصلون 100,000 دولار. عرفت شو؟ ونفس المتعهد صار له اكثر من 3 سنين، يعني انا بعرف شنو سبب اصرار على نفس المتعهد من طيب. ناحيه المدربين طيب. طيب اخوي منيف مشكور السموح، ما عندي وقت صراحه، يعني باقي 5 دقائق تقريبا. في اتصال ولا نروح حق قرارات تحكيميه يا اخوان؟ اخذ اتصال اخر. نقول صباح الخير عبد العزيز، صبحك الله بالخير. زميلنا الاعلامي ايضا المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، واحنا نتشرف دائما بمتابعينا من المملكه، اخوي عبد العزيز زميل اعلامي عزيز. اخوي عبد العزيز الفهيد صبحك الله بالخير. عزيز وعبد العزيز. عبد العزيز الفهيد ابو محمد. ابو محمد اخوي عبد العزيز الظاهر ما يسمعنا. عموما خلينا نروح حق القرارات التحكيميه الخاصه في مباراه العربي والنصر. نبدا باول قرار تحكيمي، شوف هم في قرارين صراحه. هذا القرار الاول يعني العرباويه يقولون في يعني ما ادري دفع خارج داخل منطقه، دفع بس خارج يمكن، يعني مو ركله جزاء هذه يمكن دفع. ابو احمد بس دفع. ها؟ دفع. دفع داخل ولا برا؟ لا برا برا يعني على الخط. شوف لا لا محمد يعني في فاول هذا والله، شوف هي فيها خطا بس هذا خطا يعني تقدير كمان. يعني ما لا مو تقدير، لا هي فيها خطا. شو تقول خطا؟ انا اقول برا على الخط. المهاجم برا. شوف ايده محمد حتى بدت استعمل ايده. محمد انت شنو قلت؟ والله انا كاني ارى بلنتي. ما دام قال كاني ارى بلنتي إيه، لان شوف طقه شوف بالرجل اليمين مدافع البحرين. بس حاط ايده من اول. طيب نروح حق القرار التحكيمي الثاني. هذا القرار التحكيمي الثاني يعني يقولون في ركله جزاء للعربي. ابو علي الحين نشوف هذا خله. شوف الثاني. لا الثاني لا الاوليه يمكن الثانيه. لا الثانيه رجله اليسار داش. لا شوف 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 الحين ابو علي شو تقول؟ بلنتي. ابو احمد بلنتي. بلنتي ابو محمد اشوف فيها بلنتي غير مباشر. بلنتي بلنتي باصات. اشوف فيها بلنتي. بلنتي ابو فهد. بلنتي ابو سعود. طيب بلنتي. اذا رجعتوا حق اخونا عبد العزيز فهد جاهز؟ قاعد يحاولون الاتصال باخونا الاعلامي، ما نبي نزعل بعد اعلاميين وزملائنا بعد يعني بعد اقول كافي الاعلاميين اللي زعلانين علينا بعد الاعلاميين اللي هناك. يلا تفضل تفضل.
تعطيني وقت. إيه تفضل يلا يلا تفضل. لا زعلان يلا روح. لا أنا والله مو أنا زعلان ولا حبيت إني أرد على الموضوع هذا، إن في واحد من الإعلاميين متكلم علي ومتكلم علي بالاسم وهذا، والله إني أقسم إنه لا بغيت أرد وأقول يمكن غاية ويكون هذا يقول هذا، لكن أروح عزيز أروح أي مكان يكلموني ودزولي هذا، أنا ما لا أشوف الحلقة ما أعرف حق الواتساب ما شنو دزولي يعني. المهم دزولي إنه متكلم علينا. أول شيء إحنا لما نتكلم ننتقد، يعني إحنا دائما نقول هالكلمة، ومو كلمتي أنا، كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شو قال؟ يقول أذل الناس من أهان الناس، يعني لا تحاول تهين الناس ولا تذل الناس، انتقد. وبعدين أنت قايل أنت إعلامي، أنا إعلام، أنا ما قلت إعلامي، أنا قلت إعلامي، لا إعلامي ولا شيء، محلل يبوني أحلل المباراة وأروح بيتنا، لا قلت إعلامي ولا إني أدعي إني أنا إعلامي، يعني حتى ما تبينا شوية هالخبر الوسيط، ما تبين نقول رأينا باللي غاف وهذا، ولما ننتقد يمكن إحنا ننتقد بس ما نهين الشخص اللي ننتقده، ننتقد العمل هذا قاعد يقول، وأقول حق اللي قاعد يطالبون ليش ما ترد، أنا أقول ليش أرد. يمكن يقول رايه، قال له هو مو رايه قاعد يهين، فانا اقول لا، انا قاعد اقول يمكن هم رايه ونحترم طيب رايه، لكن في شغله قاعد اقول، اذا تبي تعرف نفسك، انا ما اتكلم عن الشخص نفسه اللي متكلم عليه، اتكلم بشكل عام، اذا تبي تعرف اللي اذا واحد تكلم عليك ما يعني انسان اقول اي كلمه اقولها لازم بعيلك لازم اقول لا ساعد بتطلع ما ابي اتكلم عن الرجال انا اقول لك واحد علي تكلم علي انا انت يعني لما انت تجي تقول لي لما انت تتكلم علي تشرد على الناس اقول ما دام هذا تكلم علي الحمد لله مطمن انا على حق انا على حق لو انت تمدحني هني لا هني لا شك بعمره لا هني اذا مدحني هني شك يعني لا خلت اتكلم اشك اقول ايه اقول ما دام هذا مدحني اكيد انا غاشي غلط ما دام لكن هذا تكلم علي انا عندك حق انت حق تحصل طيب لا لا طيب والله ما ابي ارد عليك معليش انا لا لحظه خلنا تكفى فين جاهز على الخط لما نتكلم انا قصدي لما نتكلم يعني اتكلم ما احب ارد يعني العاد الناس اذوني انت محمد كرم بس خلاص الناس اذوني محمد كرم اثنين زمانين بس اسكت هذا اللي قاعد وعلي انت محمد كرم خلص مشكور يا اخذ اخونا وزميلنا الاعلامي عبد العزيز فهد من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه حياك الله يا اخوي عبد العزيز تفضل يا هلا والله مساك الله بالخير او صبحكم الله بالخير انت والاخوان حياك الله الاخ احمد والاخ مبارك والاخ محمد والاخ انور وتحيه طيبه من المملكه العربيه السعوديه للكويت وودي بهذه المناسبه ان اتقدم بالشكر للشيخ الوالد صباح الاحمد وولي عهده والشعب الكويتي الكريم على حسن الضيافة على الاستقبال الرائع لسمو سيدي ولي العهد وهذه عادة الكويت وحنا والكويت بلد واحد ما يحتاج أكيد وهذه المناسبة هني الكويتيين على مناسبة إقامة السوبر في لندن بعد حنا سوينا تجربة قبل 3 سنوات وكررناها أكثر من مرة ونجحت نجاح باهر التجربة إقامة السوبر في لندن هذا يعتبر تسويق لدولة الكويت وتسويق للدوري الكويتي وتسويق للكرة الخليجية أتمنى إن شاء الله التوفيق للفريقين اللي بيشاركون في السوبر وأتمنى إن شاء الله أن نشاهد سوبر رائع في لندن إن شاء الله إن شاء الله خلوا يا جماعة ما خلص يا شباب تفضل ودي بالمناسبة أتكلم عن مشاركة نادي كويتي أو نادي بحريني في الدوري السعودي. تفضل. أنا أعتبر هذه تجربة إن شاء الله وهي فكرة وأتمنى من الأخوان في الكويت إنه ما يستعجلون حتى تتبرور الفكرة وتصل الفكرة إلى مراحلها الأخيرة لأن هذا في فائدة للجميع سواء للدوري الكويتي أو للكرة الكويتية زي. أو عبد العزيز محمد. واضح انك انت مأيد الفكره لكن انا من خلال علاقتي مع بعض الاخوان السعوديين اكون صريح وياك السعوديين اللي مو اعلاميين شوف الاعلاميين الرياضيين بحكم قربهم من اصحاب القرار بحكم قربهم من من
من المسؤولين وبحكم عملهم الإعلامي مأيدين الخطوة، لكن أكون صريح وياك، الجمهور السعودي البسيط أو العادي رافض الفكرة. يا أخ أبو سعود، فيها حاجة يمكن الإعلام الشخص العادي يمكن ما يتقبل الفكرة كفكرة كبداية، لكن لما تنظر لها منظور شامل، منظور التلاحم، منظور أنا لست من المفضلين وأقول لا 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 أنا لا لا أنت حشوم يا أبو محمد، بس أنا قاعد أقيسها على التغريدات اللي قاعد توصل لنا في حسابنا في تويتر، على الجمهور السعودي اللي قاعد يدزلي على حسابي الخاص. أمانة يعني كلامهم أو تصريحهم واحد، الأندية الكويتية والبحرينية مع احترامنا لها ما راح تفيد الدوري السعودي ولا راح تضيف شيء حق الدوري السعودي، هذا كلام الجمهور البسيط العادي. أما أنتوا كإعلاميين أنا أقول لك أنتوا لأن يعني قريبين مسؤولين وهذه خطوة من المسؤولين، فشيء طبيعي الإعلام لازم يشيد بالفكرة ولازم يدعمها، هذا طبيعي. أبو سعود لو قفناها إحنا منظور الفكرة كفكرة هي غريبة شوية، لكن لما تنظر لها منظور شامل تشاهد الفكرة، إحنا في السعودية أو في دول الخليج ينقصنا فكرة اللي هي الذهاب والإياب. الذهاب والإياب إحنا نعاني منها، وهذه تبي تساعد وتبي تخلي هذا زي ما يقولون أنها تصير روتينية. لما أنا فريق سعودي يلعب في الكويت وفريق كويتي يلعب في السعودية وفي على استمرار، هذه تبي تساعد على أنه هذه بالنسبة للذهاب والإياب بتكون غير الفائدة الاقتصادية المرجوة. إحنا نشاهد في سنغافورة على سبيل المثال، نادي سنغافوري يلعب في ماليزيا، وفي أمثلة كثيرة، كان في كندا يلعبون في الدوري الأمريكي. يعني الفكرة فيها جوانب اقتصادية وجوانب تسويقية وجوانب ضائعة جدا، وأيضا تبي ترفع من شان الكورة. أنا لما أشاهد القادسية أو الكويت أو العربي في الدوري السعودي، بالعكس أنا هذا شيء رائع للكرة السعودية. ولما شاهد المحرز أو نادي ثاني من الدوري البحريني، أنا أتمنى أيضا أنها تتطور الفكرة ويشارك دوري فريق إماراتي، يشارك فريق عماني، لأنه بالنهاية لصالح الكرة. حنا لما نسافر برا ما يقولون هذا سعودي ولا هذا بحريني ولا هذا كويتي، يقولون هذا خليجي. فكرة القدم المفروض أنها هي أقل حاجة هي. طيب. وليش ما يشارك فريقين ابو محمد مساكم الله بالخير، ما عندي وقت والله خلاص ما في، ليش ما يشارك فريقين من السعوديه بالدوري الكويتي؟ احنا انا قلت هالفكره هذا. نعم نفس الشيء. مشكور، اشكر زميلنا الاعلامي واسف المقاطعه يا ابو محمد لان ملتزمين بوقت بصراحه ووصلنا الختام. ترى على عليه مكبوس طيب. لا اي والله بصراحه هو يطبخ يعني؟ اي والله هو يطبخ والله بالاستراحه عليه مكبوس طيب. يعني ما يبي لك نطلب على يوم ان شاء الله. ان شاء الله نزوره. وين هو؟ الرياض ولا الرياض؟ هو ناصر الغربي. لا بعيد قريب هني الدمام شيء على الاقل جرحنا نجيبهم ليش لا مكانهم وحياهم الله ويا ابو محمد، وهذه ديرتكم ما يحتاج وبين اهلكم. مشكور محمد كرم، ممنون على التواصل. اتمنى تسوون حلقه حق مدرب الوطني اليوم اثنين قدموا استقالتهم من نادي التضامن، ماجد رحيل ومحمد راشد، فاتمنى ما اعطوهم رواتبهم. نعم. فاتمنى تسوون حلقه عن جميع المدربين ان شاء الله. يعني ابو احمد باحترامي لك الرواتب هذه مو ازمه جديده. لا لا. مشكور زميلنا الاعلام الصحفي الناقد الرياضي احمد الشمري، مشكور مبارك الدوسري. اليوم كانت في مسابقه كالعاده الاخوان في اطياب المرشود بالتعاون معهم حق القيبات والحلو. عندك وقت حق الحلو عندك وقت. سمعت شنو تكلم والله اعطيتك خمس دقائق. طبعا احنا حطينا سؤال اليوم ومسابقه توقع نتيجه مباراه العربي والنصر. اللي فاز معانا اخونا عبد العزيز الشمري، توقع فوز العربي بهدفين مقابل لا شيء. اخوي عبد العزيز راح تلقى جائزتك في الاستقبال في قناه الاي تي في في العرضيه الصناعيه عند الاستقبال باسمك ان شاء الله الجائزه. مشكور على مشاركتك في المسابقه، ومشكورين الاخوان في اطياب المرشود على رعايتهم هذه المسابقه. شكرا لرعاتنا وداعمينا كيو اي تريد، مطعم التسيمو، كنافه وعجين، اطياب المرشود، بن العميد، ديرا ندير، ومعرض بريمير سبورت، وكلاجي فوزيز في الكويت. نلقاكم باكر، مع السلامه.